عن منتجات الدي اكس ان كيف تعمل في داخل اجسامنا. انا بحكم اني طبيبه بحاول وكنت لدي اهتمام من زمان يعني بالتثقيف الصحي، وان شاء الله بنعرف اليوم ايه اهميه التثقيف الصحي. في سنه 2008 انا حضرت مؤتمر في السعوديه في الشرقيه، كانت هذه بعض الارقام للاسف، حوالي 42% من السعوديات مصابات بارتفاع ضغط الدم، كان مؤتمر نساء ولذلك الارقام بالنسبه للنساء ثلث 32% تقريبا الثلث مصابات بالسكري. هذا الكلام طبعا من 4 سنوات او 5 سنوات الان في 2008، فتخيل ايش ممكن يكون الان. السؤال لماذا 30% من السعوديات مصابات بارتفاع الكوليسترول دون؟ طبعا هذا كان خاص بالسعوديات، لكن الان عندنا كمان ارقام الامارات وغيرها. 66% مصابات بالسمنة، 66 يعني ثلثين، يعني بعد كم سنة بيصير 100%، 99. طيب في حاجة مهمة جدا هنا، الأورام السرطانية زادت بنسبة 10%، تشكل المنطقة الشرقية، ولذلك كان المؤتمر هذا في المنطقة الشرقية، النسبة الأعلى بين مناطق المملكة بالنسبة للسرطان الثدي في النساء، وهي حوالي 10% لوحدها. كل هذه تدعونا للتساؤل، لماذا وما هو الحل؟ حطوا في بالكم السؤالين دول، بنحاول نجاوب عليهم آخر محاضرة. طيب الإمارات الثانية للأسف في نسبة الإصابة عالميا بالسكر، وفق الإحصائيات هيئة الصحة بأبو ظبي يعد مرض السرطان السبب الثاني للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حوادث السيارات، وهذا قضاء وقدر طبعا. لماذا؟ لماذا السرطانات كثرت؟ مش بس هذا، بس نحن كمثال، لكن لماذا؟ السؤال نسأل أنفسنا لماذا، ونسأل أنفسنا ما هو الحل، يعني علشان لا تصلنا هذه الأمور. الإصابة هذا موقع يا ريت إن شاء الله تراجعوه، بس أنا حطيته كمثال، إصابة بالسرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه كرؤوس أقلام تراجعوها بعدين إن شاء الله. أنا كمقدمة لمحاضرتي هذه فقط. هذا موقع إيلاف برضو، سرطان ثاني مرض مسبب للوفيات في الإمارات، الأطفال يشكلون 10% من مجموع الإصابات، يعني العشر كثير. الآن ببدأ محاضرتي، ماذا نعني بالصحة الجيدة؟ كيف نعرف الصحة الجيدة؟ هل دائما أوجه هذا السؤال، هل في حد يستطيع أن يجزم داخل هذه القاعة أنه صحيح 100%؟ طبعا عارفين الإجابة. هل حد يستطيع أن يجزم أو يقسم أنه مثل جده من 100 سنة؟ لا. ماذا نعني بالصحة الجيدة؟ ليس فقط الخلو من الأمراض، ما إلى لو أنا ما عنديش مرض الآن ما أقدرش أقول أنا صحيحة 100%، لأني أعلم أني أعيش في جو ملوث، وهذا سبب. ليس فقط الخلو من الأمراض، بل أن تعمل الأعضاء والأجهزة في الجسم بشكل متوازن وطبيعي. يعني هل أنت متأكد أن أعضائك تشتغل بشكل طبيعي طالما أنت عايش في جو ملوث، مع الشعور طبعا بالحيوية؟ ولذلك ما شاء الله الناس الذي يبدأوا يأخذوا حاجات الدي اكس ان أول ما يشعروا به في خلال أيام، أحيانا تكون 3 أيام، يشعروا أنه يدب فيهم شيء من النشاط، فالآن بيفهموا لماذا. طيب كيف يظل الجسم صحيحا أصلا؟ الجسم أصلا تلقائيا، سبحان الله، خلقة الله، الجسم تلقائيا يحاول تصليح مشاكله بنفسه، يحاول أن يظل متوازن. وعنده إذا كان جسمنا صحيح أصلا كما كانوا جدودنا من 100 سنة وكانوا ملوثين، كان جسمه أساسا يعرف يدافع عن نفسه. لكن للأسف الحين عشان عايشين في جو ملوث فأصبح ما يستطيعش يدافع عن نفسه. فتأكد دائما واسأل نفسك من أول المحاضرة لآخر المحاضرة، هل أنا جسمي صحيح؟ وكيف ممكن يعود صحيحا؟ كيف ممكن يكون جسمك يعود زي جدك من 100 سنة؟ إذا يظل الجسم صحيح إذا جميع أجهزة الجسم وأعضاءه وكل خلية فيه نظيفة سليمة، بعدين ابقى أقول إن جسمك كان صحيح. فإذا اختلت وظيفة عضو طبعا تؤثر على سائر الجسد، هذا حديث كمان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذا يجب أن ننظر للصحة بطريقة شمولية، ننسى يعني مش يعني ما ننتظرش لما نمرض وبعدين نروح نبحث عن الدواء او العلاج. للاسف لازم من الان عرفنا علمنا، واذا علمت فلزم، علمنا ان احنا اننا نعيش في جو ملوث، فيجب ان نبحث عن الحلول. انا كنت ابحث عن هذه الحلول من ايام كنت احضر دكتوره من 20 سنه في بريطانيا،
يعني بدأت نلاحظ كثرة السرطانات. فقلت يا ربي نحن في ديننا حديث صحيح، وهذه عقيدة، تداووا عباد الله، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء، علمه ونعلمه جهله، معناته نحن نبحث عنه، يعني على الأقل نهز طولنا ونبحث عنه. طيب، لذا يجب أن ننظر للصحة بطريقة شمولية ووقائية. طيب، هناك منظورين للصحة. خلينا نشوف الطب الحديث، وأنا من الطب الحديث والغذاء الطبيعي، والآن من يوم ما دخلت الدكسل من 7 سنوات أصبحت الطب الحديث والغذاء الطبيعي مع بعض. المنظور الأول، ما هو الفرق الرئيسي؟ الطب الحديث يتعامل مع العضو، يعني يقول لك تروح للدكتور يقول لك راسك بيوجعك ولا بطنك ولا رجلك، تمام؟ لكن الغذاء الطبيعي يتعامل مع بشمولية مع كل خلية في جسمك، لأنه يصل إلى كل خلية في جسمك. الطب الحديث يركز على العضو ثم مرض العضو طبعا، لكن الغذاء الطبيعي يركز على إيش؟ يركز على الصحة العامة. ما هي الوسيلة في الطب الحديث؟ علاج المرض. ما هي الوسيلة في الغذاء الطبيعي؟ هو الوقاية. الوقاية خير من العلاج نقولها، لكن ما نعملهاش للأسف، تمام؟ هنا الوقاية أهم من العلاج، دائما نقولها ولكن للأسف ما نطبقهاش. ما هي الوسيلة في الطب الحديث؟ يستخدموا العقاقير، والآن معنا دكتور صيدلي إن شاء الله بيكلمنا كيف الأدوية. ما فيش دواء في الدنيا ما يخلاش من مضار، ولكن الغذاء الطبيعي يتعامل مع المكملات الغذائية التي هي أصلا خلقة الله، يعني شيء طبيعي لا زيادة ولا نقصان، وأثبتت على المدى البعيد أن هذه المكملات الغذائية التي نتعامل معها الآن هنا في شركة ديكسن أنها غذاء كما خلقه الله، المكملات الغذائية دي، وأنها بدون زيادة أو نقصان، بل على العكس يعني مزروعة بطريقة عضوية وخالية من أي مساوئ أو مضار، سوى كمية أو فترة زمنية، وهذه أهم المعلومات اللي المفروض تكونوا عارفينها. الهدف من هذا الموضوع في بالنسبة للطب الحديث تصحيح المرض، ولكن هناك أمراض عجز عنها الطب الحديث إلى الآن، وهناك أمراض مزمنة، وهناك أمراض لم نعرف لها سببا إلى الآن، وإن لم نعرف السبب لا نستطيع أن نعالج، هذه قاعدة في الطب. بينما الغذاء الطبيعي يؤدي بك الإحساس بالحيوية تدب في جسمك وبالتالي تتشافى طبيعيا، وهذا هو هدفنا كيف التشافي الطبيعي. خلينا نشوف كيف ينشأ المرض، هذه شوية معلومات خفيفة كده صحية أو طبية. ينشأ المرض أولا مثلا يا إما غزو من خارج الجسم أو تراكم سموم من داخل الجسم، يعني أفرطنا في السكر والدهون فطلع عندنا سكر ودهون. ثالثا عدم توازن، وهذا المقصود به هنا عدم التوازن، لعدم توازن الخلية اللي هي الشوارد الحرة التي للأسف كثرت السرطانات بسبب اختلال الخلية، لأنها اختلت في الإلكترونات حقها، أصبحت خلية متذبذبة تعيث فسادا ومستعدة للتسرطن. النتيجة خلايا، إذا حصل هذا يعني إذا حدث نشأ المرض تحدث خلايا لا تعمل جيدا، وبالتالي أعضاء لا تعمل بالشكل الطبيعي. فإذا كل لبنة فيك، كل خلية فيك لا تعمل جيدا، فهناك خلل وظيفي أحيانا يعجز الطب في اكتشافه بدري لأنه ملوش يعني مونيتر زي ما نسميها، فتظهر أعراض عدم استواء جسد غير سوي عليل، وهو المرض. طيب، تأثيرات التلوث على الصحة، شايفين الصورة دي؟ تلوث ماء، تلوث تربة، تلوث الهواء، يعني تلوث الغذاء طبعا بالكيماويات والمبيدات الحشرية، وهذه الأشياء التي سببت مخاطر السرطانات، ولذلك الآن بتعرفوا ليش كثرت السرطانات. طيب، ماذا يحدث عندما تغزو السموم أجسادنا؟ للجسم 3 خطوط دفاعية تسمى استجابة جهاز المناعة. الخط الأول كرة الدم البيضاء، والخط الثاني الجهاز الليمفاوي، والخط الثالث الخلايا الآكلة، بنعرفها بالتفصيل. الآن ماذا يحدث في هذه الصورة؟ هنا دخلت شوكة صغيرة أو خشبة صغيرة في جلدنا، فهذه هنا البكتيريا دخلت معاها، لأنه جلدنا هو حدود بلدنا، جسمنا هو بلدنا وجلدنا هو الحدود، فبدأت سبحان الله تستنفر. هناك شعيرات دموية كامنة لا تنفتح إلا عند الاحتياج لها، ولذلك تشعر بشوية حرارة وألم علشان كذا، وتبتدي إيه؟ لو تلاحظوا التقط فقط كرات الدم البيضاء، هذا خط الدفاع الأول، فإن استطاع أن يدافع بعد يومين
سبحان الله تتكون بؤرة صديدية وهي ناتجة عن موت الخلايا البيضاء، كرة الدم البيضاء مع البكتيريا، الصرعة القتلى في المعركة، وبعد كده الصديد هذا يطرد الخشبة وتتشافى، فاستطاع الخط الأول أن يدافع عنك. إن لم يستطع الخط الأول أن يدافع عنك يحصل إيه؟ تلاحظ إنه لو دخلت خشبة في اليد إنه تحصل هنا كالكوعة وفي ألم، اللي هي الغدد الليمفاوية، وأكثر شيء الناس تعرفه اللي هي اللوز، أكثر شيء منظور ومعروف تشوفه في الغدد الليمفاوية، أكبر غدة ليمفاوية هي اللوز، فقس عليها في كل مكان. الغدد الليمفاوية الخط الدفاع الثاني عندك هو جهاز الليمفاوي، هذا إن استطاع أن يجتاز العدو الخط الأول يعني هذا تعتبر زي هوفر، زي مكنسة تمسكه وتوديه للغدد الليمفاوية علشان يستطيع القضاء عليها إن استطاعت البكتيريا أن تعدي من المرحلة الأولى. هذه هنا شيء لطيف، هذه الصغيرة هي خلايا مناعتك، لو كانت سليمة، لو كان جهاز مناعتك سليم يستطيع أن يقتل اللي أكبر منه الفيروس أو البكتيريا، سبحان الله. طيب هذا خط الدفاع الثالث والأخير في جسم الإنسان، في جهاز المناعة، ولذلك هذا أهم حاجة، هذه الخلايا القاتلة الطبيعية ناتشرال كيلر سيلز، هذه الخلايا القاتلة الطبيعية ومقاسها كبير أو آكلة، تسمى الخلايا الآكلة، هذه أهم محطة. أنا عادة كطبيبة وكنت في الدفاع في الجيش بعتبر أن الجهاز المناعي يعني هذه الثلاثة المراحل هم المخابرات والشرطة والجيش، اللي ما تقدرش عليها المخابرات والشرطة الجيش ينزل، فهذا هو الجيش الأخير. ولذلك سبحان الله مذكور هنا للأسف بالإنجليزي أنه الجانوديرما الفطر الأحمر يساعد على تقوية قدرة الجسم لتكوين هذه الخلايا لأنها السلاح الأخير لديك. فتعرفوا من هنا أهمية الفطر الأحمر لأنه يدعم جهاز المناعة بأهم مرحلة فيه. هذه برضو فكرة بسيطة هنا، كيف كانوا يعملوا الفاكسينات، يعني الفكرة اللقاح تعلموه من رب العالمين، هم تعلموا المخابرات من رب العالمين، هذه الفكرة اللقاح، فكرة اللقاح أنه تتعاون الخلية الكبيرة دي خلايا المناعة القسم الثالث وهذا الخلايا القسم الثاني، تبتدي تعمل مسح على البكتيريا اللي دخلت، تتعرف عليها تقول لهم هذا عدو غزانة، وبنفس الطريقة كمان الخلايا السرطانية، فتبتدي تعطيها أوامر اعملي له أجسام مضادة قذائف عشان تقتله، بنفس الطريقة دي تعمل برضو للسرطانات لأنها خلية لم تكن لدينا ونشأت، فهي خلية غريبة يتعرفوا عليها، سبحان الله فعلا جنود مجندة وإحنا نايمين ربنا بيدافع عننا. إذا كان أريدكم دائما تكرر معي هذه الجملة، إذا كان جسمنا صحيح يعرف يدافع عن نفسه، فأهم شيء أنه يكون جسمنا صحيح. السموم وعدم التوازن، تحدث أصلا السموم إيش؟ بسبب عوامل يا إما داخلية أو خارجية مثل التوتر، حتى التوتر، ليش جدودنا كانوا كويسين زمان؟ لأنه ما كانوش متوترين، ما في سيارات ولا طيارات ولا مستعجلين في الحياة، نحن مستعجلين في الحياة اليومين دول. الشوارد الحرة، كلمة الشوارد الحرة دي اللي تسمى free radicals بالإنجليزي، هي دي التي أتت بسبب الإشعاعات، حتى الإشعاعات التي ضربت في هيروشيما وناجازاكي، الإشعاع هذا إذا عبث فيه لا يموت 3000 سنة أصلاً، فتخيلوا يعني إحنا نلف على الكرة الأرضية دي من 60 سنة والإشعاعات، لذلك نسبة السرطانات ارتفعت في العالم كله بسبب الإشعاعات التي قذفت في الحروب، وحتى بقايا الأدوية وحتى الإكسرة اللي نتعرض لها في للأسباب العلاجية برضو تترك لنا بواقي تؤدي إلى ذلك. العادات الغذائية، الطريقة التي نأكل بها، نأكل كثيرا وسريعا بشكل متكرر، وهذا تكلمت عنه الأستاذة جزاء الله خير الأخت صفاء، ما نأكله حمضي ومطبوخ، هذا تكلمت عنه الأستاذة صفاء وفرت عليها جزاء الله خير. طيب الجسم طبيب نفسه، هنا أنا طبيبة ونشرح زي ما شرحنا الجهاز المناعة، بنشرح الآن النقطة الأخرى، الجسم أصلا طبيب نفسه، لو كان جسمنا صحيح كان بيعرف يدافع عن نفسه. الجسم له مستويات دفاعية أصلاً تتعامل مع السموم، التعامل الأول اللي دخل الشيء السموم التي دخلت يحاول أنه يطردها، مرحلة الطرح للخارج، تمام؟
أو مرحلة الخزن المرحلة الثانية أو مرحلة نشوء الأورام والعياذ بالله. كيف يعيد الجسم بناء نفسه في أقل من سنة؟ يعني بعض الخلايا تعيد نفسها في خلال أيام، يعني يعتمد على يعني كل واحد له فترة معينة لإعادة بنائه. طيب المستوى الدفاعي الأول مرحلة الطرح للخارج. ربنا جعل فينا فتحات طبيعية، طبعا كلكم تعرفون للأسف لما يحصل الإنسان عنده فشل كلوي، يعني يصير يغسل 3 مرات في الأسبوع ويريته يرجع زي الإنسان الطبيعي. خلقة الإنسان مش ممكن تكون زي خلقة الرحمن سبحان الله. طيب فربنا وضع فينا فتحات طبيعية، يعني إذا الإنسان أكل حاجة ودخلت معها بكتيريا وحصل تسمم أكل، بعد ساعة ساعتين يروح يستفرغ وارتاح لأنه طردها خرجها لبرا. مرحلة الطرح للخارج، أو إذا عدت جزء منها يحصل له استفراغ وإسهال. مرحلة الطرح للخارج من المنافذ الطبيعية التي أوجدها الله فينا، فبإما تخرج السموم بواسطة المنافذ الطبيعية زي ما قلنا، تحدثنا عن الفم يعني والبراز أو البول تحدثت عنه، أو البلغم، لأنه البلغم الحاجات اللي إذا ظلت في صدر الإنسان من أفضل البيئات للبكتيريا والتي تسبب نمونيا التهاب الصدر والذي يقتل. فعرفنا هذه المواضيع. أنا أحب أتحدث عن العرق بالذات لأني دكتورة جلدية ولأنه الأمر بسيط وسريع الفهم. انتبهوا أنه المزيلات الرائحة عندما الإنسان يشتري مزيل للرائحة هذا واجب، يعني في ديننا الرائحة الطيبة مطلوبة المفروض، ولكن رجاء لازم تنتبهوا أن لا تزيلوا العرق، لأن إزالة العرق لو كتمت العرق احنا تكلمنا الآن أنه أحدى المنافذ الطبيعية التي خلقها الله، فتخيل أن التوكسينز السموم تخرج من هذه الفتحات، فإن أنت لم يكن عندك عرق فأنت أوقفت خروج هذه السموم، فأنت تسببت في أنك ممكن تسبب نفسك سرطانات. وأثبت الآن لماذا كثرت سرطانات الثدي في المرأة، وسرطان الثدي ممكن أن يكون في الرجل أيضا ولو نادر، لأنه لم يقف هناك أطباء وناس ينصحوا الناس بأنهم لا يستخدموا مانعات للعرق. وللأسف بالرغم أنه الآن نتحدث في هذا الكلام وإلى الآن في التلفزيون موجود إعلانات تقول لك شوف ما بتعرقش 24 ساعة، فهذا للأسف شيء مزعج جدا. لماذا؟ بنعرف الآن إن شاء الله. طيب المستوى الدفاعي الثاني، يعني إن لم يستطع جسمك إن هو يطردها للخارج، إن لم تكن قريبة من المنافذ الطبيعية لجسم الإنسان يبتدي يحوصلها يكتلها بما معنى، فتتكون ماذا؟ تتكون الحصوات المرارة والكلى، ونفس الشيء الدهون والكوليسترول هي عبارة. ليش كثرت اليومين دول دهون والكوليسترول؟ ليس فقط من الأكل، ولكن السموم التي تدخل جسمنا تلتصق ببعض الدهون فتكون الكوليسترول. طيب فالمرحلة الثانية قلنا إن لم تكن قريبة من المنافذ الطبيعية، إن لم تطرد للخارج يحاول يوصلها أو يكتفها بما معنى. المستوى الدفاعي الثالث إن لم يستطع الأول والثاني، إن ظلت داخل الجسم في مناطق لم يستطع يطردها ولم يستطع أن يكتلها، يحاول أن يجمعها مع بعض، فتتكون الأمراض الأورام الغير خبيثة، فيحدث عند الإنسان أورام. ولكن هذه الأورام أغلب الأورام الدكاترة يقول لك إنه حاول تشيلها لأنه في احتمال تتحول لسرطان. هذه نتيجة إيش؟ إنه لم يستطع الجسم الإنسان يعني الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقه فيه إنه يطرد زي ما كان جدودنا من 100 سنة، كان التلوث اللي يدخلهم أو البيئة الطبيعية على قدر ما يطلعوا، لكن نحن اللي يدخلنا السموم أكثر مما خلقه الله فينا إن نحن نطردها. فلذلك نحن نحتاج أن نستعين بشيء يعادل تلك السموم حتى لا تتكون عندنا الأورام. هي السموم، هذا الآن تعريف الأورام، هي السموم. أولاً السموم التي لم يتمكن الجسم التخلص منها بعد فترة طويلة، أو الخلايا التي أصبحت سامة أو غير طبيعية ستتحول إلى ورم حميد. لكن الأورام هي سموم أو خلايا غير طبيعية تكونت كآخر محاولة من الجسم للسيطرة عليها ومحاولة منعها من الانتشار وإصابة خلايا أخرى، معناته هنا بتتحول لسرطان. عندما تصيب خلية أخرى معناته خلية هذه تسرطنت، أو بما معنى تستطيع تقول تجننت، يعني خلية مجنونة. طيب الركن الأول
الركن الثاني، الركن الثالث، أنا أخفيت الركن الرابع مؤقتاً. الأركان الأربعة للصحة، منظمة الصحة العالمية، الكلام ده يا إخواني مش كلامي أنا، كلام منظمة الصحة العالمية، كانت تقول زمان كان هناك ثلاثة أركان للصحة، إن كان زي جدك قبل 100 سنة غذائك صحي ونمط حياتك صحي وتفكيرك إيجابي مستانس تحت الشجرة تشرب القهوة أنت والحرمة تمام، فبتكون زي جدك من 100 سنة، لكن أنت الآن مش عايش في جو زي جدك. فبالتالي منظمة الصحة العالمية أعلنت، هذا إعلان من منظمة الصحة العالمية، الذي يريد يعيش في هذا الجو الملوث في هذا الزمن يجب أن يتخذ مكملات غذائية ولو نوع واحد من المكملات الغذائية، حتى يتعادل تلك السموم وحتى ما يحصلش السرطان، لأن السموم هذه والمكملات الغذائية التي نأخذها هذه في شركة الدي إكسن تعمل على حاجتين، أريدكم تطلعوا من المحاضرة دي بالكلمتين دول على الأقل، إنها تطرد سموم تلوث البيئة مننا فتحاول أن ترجعنا زي ما كانوا جدودا، يعني كل خلية فينا تتخلص من السموم بتاع تلوث البيئة التي أثقلت كاهلها وخلت وظيفتها أخلت بوظيفتها. وفي نفس الوقت الجملة الثانية، الإشعاعات اللي محطوطة في على الكرة الأرضية عملت ذبذبات في الخلايا، هذه الذبذبات خلتها غير مستقرة فسببت الشوارد الحرة. وجدوا أن المكملات الغذائية والفطر الأحمر، أنا ليش أتحدث عنه بشكل رئيسي؟ لأنه وجد أن الفطر الأحمر لديه أكبر تجمع في شيء واحد لمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة يعني مضادات الشوارد الحرة التي تمنع السرطانات. ولذلك في دستور الطب الصيني الفطر الأحمر يعتبر رقم واحد في دستور الطب الصيني. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كل واحد يحك رأسه كذا ويفكر معايا إذا كيف يمكن طرد السموم من الجسم حتى يكون صحيا ومتوازنا خالي من المرض؟ يلا نفكر شوي. طيب الأكل الصحي، في حد قال الأكل الصحي؟ أكيد أكيد كلامك سليم، وهذا أحد الأركان الأربعة، باقي الثلاثة الباقين. طيب الأخنا قال جزاه الله خير الأكل الصحي نحاول قدر الإمكان، لكن هل تستطيع أن تجد كل أكلك عضوي خالي من الأسمدة وخالي من المبيدات الحشرية وأنه سليم 100%؟ لا طبعا لا. فالفطر الأحمر هذا اللي تكلمت عنه، أنه أولا يقوي، أول شيء أنه هو يطرد السموم، احفظوا الجملتين دول، طرد السموم تلوث البيئة على مستوى الخلية، فكل خلية كل لبنة فيك يعني الذي بتكون الغدة دول الملايين الخلايا، فعندما تصحح كل لبنة فيك فأنت صحيح، كل عضو فيك بيشتغل شغل صحيح. فبالتالي الغذاء الصحي، النمط الحياة الصحي، والتفكير الإيجابي، والمكملات الغذائية، وعلى رأسها الفطر الأحمر. هذه الجملتين الأخيرة دائما في محاضرتي، إنه اختصار للمحاضرة كلها، الفطر الأحمر يدعم جسم الإنسان كيف؟ بطرد السموم بحيث يعيد التوازن في الجسم، ومن ضمنها أهم جهة يا جماعة، عندنا وزارة التربية والتعليم، وعندنا وزارة الصحة، وعندنا وزارة الدفاع، ففي أهمية، يعني إذا كان وزارة الدفاع لازم تكون كل جندي فيها يشتغل صح ولا بنغزة. فنفس الشيء، طيب هذه المكونات الطبيعية للفطر الأحمر، هو أكل كما خلقه الله، ولكن بتركيبة وبطريقة معينة أدت إلى تشافينا الطبيعي. إنه ليش نأخذ الفطر الأحمر حتى ولو عن طريق القهوة؟ هناك بعض الدول بس عندها القهوة ومع ذلك يتشافوا طبيعيا، قليل مستديم خير من كثير منقطع. هذه برضو خلاصة بعض الكلام، هذا كله موجود في المحاضرات الثانية، بس أنا أعطيته هنا كنبذة سريعة علشان السرطانات والربو، يعني حاجات كثيرة بصراحة ممكن تقرأوها. نحن يهمني الحاجات الذي هي نركز عليها بسرعة، لكل الأشياء دي موجودة على فكرة ممكن تحصلوا عليها بكل بساطة. الجانو هنا في 3 نقاط ركزوا عليها خصوصا الجدد، الجانو لا يعالج الأمراض مباشرة كالأدوية، لأنه علشان كده هو ليس دواء، وإنما يعين الجسم على مقاومة الأمراض، يصحح الجسم يوم ما يكون جسمك صحيح، اتفقنا على الكلام ده، هو يعرف يدافع عن نفسه.
لأنه يرجع كما خلقه الله، وهذا القصد من هذا الكلام، أنه نرجع جسمنا كما خلقه الله، كما جدودنا من 100 سنة، تمام؟ الجامع ليس بعقار طبي، ليس دواء، لأنه الأدوية كلها عرفنا أنها كلها يعني لها مساوئ، ولكنه عنصر غذائي، بس ذو، ولكن ذو قيمة علاجية عالية جدا، يعني غذاء ارتقى إلى درجة أنه يساعدك على التشافي الطبيعي، فكأنه بيعالجك. من عالج الشيء بالشيء فهو معالج. الجانو يستهدف الصحة العامة وليس أمراض بعينها. هذه ملخص للكلام. طيب هنا برضو هذا يعني رسمة خفيفة كده وسريعة. الجانو بيعمل إيش؟ أول شيء أول طرد السموم، يعمل عملية التطهير، تمام؟ عشان كده تشعر شوية بأنك تنتعش، جسمك ينتعش، فبالتالي يعزز تعزيز المناعة في جسم الإنسان والقدرة الطبيعية للجسم على التشافي الطبيعي ومقاومة الأمراض، فتستعيد جسمك الموازنة بتاعته، الموازنة حقه، فالتعافي يحصل إيش؟ تعافي طبيعي من مرض هو نتاج إعطاء الجسم الفرصة لحل مشاكله لفعل ما يجب إزاء مرض معين، وذلك عن طريق تمكينه من إنه يرجع في يعني في الوظيفة الطبيعية، تصحيح الوظائف. إذا كل نحن هدفنا من ده كله تصحيح وظيفة جسم الإنسان، بعدين هو يعرف يدافع عن نفسه، وأهم جهاز هو المناعة، فإن تصححت كل خلية في جهاز المناعة فأنت مؤمن، أمنت نفسك، فيبدأ الإنسان بالشعور بالحيوية. هنا في كمان نقطة أحب أقولها، بداية تطوير المقدرات العلاجية للجسم، دي نقطة مهمة كمان، يعني الجسم عنده مقدرات علاجية بس أنت ساعده. أيوة، من المعني باستخدام، من اللي المفروض يستخدم الفطر الأحمر؟ المرضى بس؟ طيب أول شيء الأصحاء عشان يحافظ كوقاية، يعني قبل ما تطب في المرض ليش تنتظر؟ ليش ننتظر في طابور الأمراض؟ الذين يتعافون من المرض أيضا لأنه بيعجل بعملية الشفاء والوقاية من أمراض في المستقبل، والمرضى كمان كعلاج كمساعد للعلاج، هنا علاج ليس دواء، علاج ما عالج الشيء بالشيء، أو كمساعد للعلاج المقرر بواسطة أو للدواء المقرر بواسطة الطبيب والوقاية في المستقبل. هذا الأخ جزاه الله خير، دكتورة في الصيدلة، الدكتور القحطاني، هذه موسوعة جابر القحطاني، هذه أحد المراجع الطبية الذي الإنسان يستطيع، نحن الأطباء يجب أن نحط مراجع طبية حتى تكون مصداقية لكلامنا. هذا أصلاً هو رئيس التراخيص الطبية في السعودية، هذه اللقطة أنا أخذتها من كتابه، عفواً. طيب أوكي، طيب كيف عمل الجانو درما في الجسم؟ أرجو أن شاء الله تكون المحاضرة وصلت أو الرسالة وصلت، معلومات طبية إن شاء الله كانت خفيفة تضل عليكم، تحتفظوا بها وتحاولوا أنه تعرفوا إيش ده. بنحاول نعطي فيلم 5 دقائق إن شاء الله، الفيلم هذا موجود في اليوتيوب يا جماعة، أنا جبته من اليوتيوب، وهذا فيلم مش حق الشركة، هذا فيلم محايد، في عدة أفلام للفطرة، لو تكتبوا الفطرة الأحمر في اليوتيوب بتطلع لكم عدة أفلام، هذا أحد الأفلام لأنه فيلم محايد. يا كبر الصدر، هو بالإنجليزي بس نترجمه، العلماء عرفوا